فود كرييترز، معكم شهرزاد. انا صانعة محتوى على تيك توك والصفحة تبعيتي اسمها شهرزاد كويزين. انا بقدم بفئة الطعام واكثر شيء الحلويات والكيكس، كثير بحب اعمل كيكس. واذا انتم عم تحضروني اليوم يعني انتم مثلي بتحبوا الاكل، مين منا ما بيحب الاكل اصلا. بهالفيديوز رح اعلمكم شو هن احسن طرق لتحسنوا المحتوى تبعكم على تيك توك مشان تقدروا تكبروا حسابكم وتقدروا توصلوا لاكبر عدد من المشاهدين. لما نجي لفئة الطعام على تيك توك هي مش بس وصفات، الناس بتفكر انه بس وصفات، يا بقدم وصفات يا لا. فئة الطعام اكثر بكثير من وصفات، اكيد الوصفات كثير مهمين، بس في اكثر من نوع تحت فئة الطعام واليوم رح اعرفكم عليهم. اول فئة يلي بنسميهم فوديز او فود ريفيوز. اذا انتم بتحبوا تروحوا تظهروا كثير، تجربوا مطاعم جديدة وتاكلوا فيها وتشاركوا متابعينكم هيدي التجربة، ففيكم تكونوا بهيدي الفئة يلي هي فوديز اند فود ريفيوز. بهيدي الفئة كل عليكم تعملوه انه تعملوا مغامرات خاصة بالطعام، تروحوا على المطعم، تشاركوا المتابعين المنيو، تشاركون رأيكم بالأكل إذا كان طيب أو لا، شو لازم يطلبوا لما يروحوا لهونيك. وهيدا النوع من المحتوى كتير مفيد خصوصا بالبلد يلي أنتوا فيه، بصيروا الناس يعتمدوا عليكم ليعرفوا شو هن المطاعم والأشياء اللي لازم يزوروها، شو الأشياء المخبية اللي ما كانوا بيعرفوا عنها، بصيروا من خلالكم بيتعرفوا على هالأشياء. فهيدي أول فئة بفئة الطعام. تاني شغلة هي الشيفز أو البيكرز، مثل أنا بهيدي الفئة شهرزاد كويزين، لأنه أنا بقدم كل شيء خاصه بالكيكس أو وصفات خاصة بالحلو وغير أشياء. فإذا أنتوا بتحبوا تقدموا وصفات وتشاركوا وصفاتكم مع المتابعين، فأنتوا فيكن تكونوا بهيدي الفئة. بهيدي الفئة فيكن تكونوا أنتوا سيلف توت، يعني بالبيت معلمين حالكم بحالكم، ما ضروري تكونوا بروفيشنال، أو إذا كنتوا حتى بروفيشنال شيف فكمان هيدي الفئة بتنطبق عليكم. بهيدي الفئة كل اللي عليكم تعملوه مثل ما قلت لكم إنه تقدموا وصفاتكم أكيد بطريقة كتير حلوة وسهلة، وستيب باي ستيب يعني خطوة بخطوة ترجوا للمشاهد كيف تنعمل الوصفة مشان هو بالبيت يقدر يرجع يعيدها ويجرب وصفتكم. ثالث فئة اسمها مكبانج. هلا المكبانج يا بتحبوها يا بتكرهوها، ما كل الناس بتحبها وبتتقبلها، بس ما فينا ننكر انه هي فئة كتير مشهورة وباخر كم سنة كتير انشهرت على التيك توك لانه لها طريقة خاصة توصل للمشاهد. بالمكبانج كل اللي بيعمله صانع المحتوى انه بجرب اشياء جديدة، بجرب اكلات جديدة، بحط قدام الكاميرا كذا نوع من الاكل، كذا وصفة، او حتى الفود ترندز اللي نازلين جديد مثلا تشيتوز مع هالبينوز وهيك اشياء، وبلش يجربهم على الكاميرا وبيطلع اصوات هو عم ياكل، يكون حاطط مايكروفون يمكن مشان يقدر المشاهد يسمع ويصير يتشهى. فدايما انا بلاقي ابني مثلا قاعد وعم يتفرج على هول الفيديوز وبقول لي ماما بدي اجرب هاي وبدي اجرب هاي. فالحلو بهيدي الفئه انه بصير المشاهد يتشهى هو يجرب نفس الاكل يلي المكبانج فود كرييتر عم يجربه. فهيدي كانت ثالث فئه واسمها مكبانج. فاذا انتم بتلاقوا حالكم بتحبوا تعملوا هيك شيء، هيدي الفئه يمكن تكون المضبوطه لكم. واخر فئه، لانه حكينا بثلاث فئات قبل عن كل شيء خاصه بالاكل والوصفات، ما حكينا بعد عن المشروبات. اذا انتم بتلاقوا حالكم بتحبوا اكثر القهوه مثلا، كثير بتحبوا تشربوا قهوه، او بتحبوا تقدموا القهوه بطرق مختلفه او المشروبات، فهيدي الفئه المضبوطه لكم. ما فينا ننسى هالفئه لانه بتلاقوا عدد مشاهدين كثير على التيك توك عبالهم يحضروا فيديوز خاصه بالقهوه وبالاشياء يشربوها. فحسب انتم وين بتلاقوا حالكم باي فئه من اللي حكينا عنهم، نقوا الفئه اللي بتلاقوا حالكم اكثر شيء فيها، تابعوها ونزلوا وصفاتكم فيها.